معايا حاج محمد من الدقهلية، اتفضل. ازيك يا استاذ محمد؟ استاذ سامح. مش شرقية، اهلا بيك، اتفضل. ازيك يا استاذ سامح؟ الحمد لله يا فندم. لو سمحت يا استاذ سامح، انا كلمتك قبل كده على بحر البقر مقفول، فيه غاب وفيه قذرات وكياس وحاجات، وعاملين سدود في البحر وقافلين البحر خالص. ايوه. اللي هو الصرف بتاع بحر البقر ده. ايوه. وانا كلمتك قبل كده وقلت هكلمك وخلاص على كده ساعات. هو مش على كده، هو حصل فعلا حمله نزلت عملت محاضر للتعديات اللي موجوده، وتم ازاله جزء مش الكل. وتم التطهير، لكن طول ما المشكله موجوده، لو حصل تطهير دلوقتي وانا بكلمك، بكره الصبح هترجع القمامه تاني. طول ما احنا سايبين المخالف ده بدون ما ياخد جزاء شديد وغرامه ماليه، هترجع المشكله تاني. منطقه بحر البقر فيها مشاكل كتير. الدولة النهاردة بتشتغل على ان هي تعمل محطة لتنقية المياه ومنظومة لجمع القمامة. انا عايز ابتدي بمنظومة جمع القمامة. المحطة دي بتتكلف يعني ميزانية ضخمة جدا، الدولة شغالة فيها وليها وقت محدد هتنتهي فيه. لكن الى ان يتم التطوير، يعني المسؤولين في مجلس المدينة، المحليات، فين دورهم علشان منظومة الجمع القمامة؟ انت لو عندك منظومة الجمع القمامة جيدة، عمرها ما هتوصل لأي مصرف أو ترعة. إنما احنا بنسيب الناس مش عارفة تودي القمامة بتاعتها فين. هو في البحر، مش في المصارف، ده هو في البحر. ما هي بتيجي البحر، بحر البقر اللي هو جاي مصرف في حتة المنزلة. أنا عارف، هي بتيجي منين القمامة؟ من الصرف أساسا. مين اللي بيرمي القمامة؟ هي جايه مع البحر، هي كلها اكياس وبتاع وده وحاجات. ما هي جايه هي اصل هي بتتجمع عندكم، هي بتمشي بتاخد رحلتها كلها دي وتيجي عندكم. انتوا خلاص اتجمعت. ما هم عاملين سدود. السدود دي بتعمل بتحجزها. محجزاها، والسدود دي الحجز اللي هو اللي متعموله دي، انت بتمشي على وش الميه فوق منهم. يا ساتر. يعني متركمه لما تمشي على وش الميه فوق منهم كده. يعني ثابته، مش ان انت لو يعني عامل حاجه اما تكون متركمه كده، دي يبقى تعتبر زي ارضيه والميه بتعدي من تحت منها. طيب احنا برضو يعني معديه بتحت منها. ورغم عن كده يا استاذ سامح، ان البحر من قدام فيه طينه جامده وعامله يعني مجرى للميه، والباقي واقف كده عايزه تطهير عشان الميه تتحرك. حاضر. عشان الميه تتحرك، يعني قافله نص دلفين البحر بالظبط. وده بيأثر بقى عندكم انتوا كمان. بيرد عندنا الكمامه والحاجات دي، فهي قافله من قدام. حاضر، انا هكلم الصرف تاني ونشوف نعمل ايه في الصرف ده. الكمامه دي موجوده من عند يا استاذ سامح. ايوه. الكمامه دي موجوده من عند كوبري واحد بحر البقر لغايه ما توصل شادر عزام. في المنطقه شوف. دي معمول جزء سدود. والسدود دي انت السدود اللي هي معموله دي رد الكمامه، والكمامه دي انت بتمشي فوق منها برجلك كده فوق منها على وش الميه. يعني معنى كده ان هي ثابته. ايوه. والميه تعدي من تحت منها. حاضر. حاضر، انا هتابع لك مع الصرف تاني، وما احنا ما بنزهقش. هتابع لك مع الصرف مره تانيه، ولكن انا مش عايز الصرف او وكيل وزاره الري والصرف يشتغل لوحده، انا بقول المحليات فين. لازم ده، يعني احنا بنتكلم على خط ميه بيعدي على اكتر من قريه. بيعدي على اكتر من مكان، كل ما بيعدي على ناس بيدوا له هدايا. بتوصل كمان. عندنا احنا في الاخر. بتوصل عندنا في الاخر. حاضر يا حاج محمد، يلا بشكرك.